مساء الخير، شلونكم؟ جمعة مباركة عليكم. طبعا اليوم زيون مسوى عزيمة ولام العائلة وصاير كلش عاقل ومؤدب ما شاء الله. شنو التغير هذا؟ العائلة حلوة اليوم جمعة واحدة. اشتاق والله للعائلة. انا مو على الجمعة وعلموم العائلة. خلص ما اخذ العزيمة النيدي. معدل. والله زويني معدل. هاي شوفوا اليوم لام عائلتنا وهذا الترتيب كله من زيون. ويحكون على زيون. يقول لك زيون ما مرتب. استريحوا شباب. معدل والله. والله انا من عزل لمة العائلة لا اكثر. معدل والله. بارك الله معدل. نزل. شو شو يمر على حيدر. حاطك ونزل. يلا عزل الوقت. حيدر وايد اللي يضربه لانه اخوي. بارك الله عافية بوديه. روح اركض اركض. يلا يلا بارك الله بك. ولك شو صاير عاقل وكبير ورز. منين جاك هذا العقل والشخصية؟ ها بدينا؟ وليش هيك عفتيني؟ كبرت وعفتيني وليش دللتش دلال ما مدللتش يا ابوك عزيز القلب هيك هاي في العزيمة وهاي في الوليد هاي عزيز القلب اموت عليها روح من الدنيا حتى لو موت شلونك شلونك؟ الحمد لله زينة كبرانة حبيبي صايرة ورا يا تستحيل تطلعين بعد بدون حجاب شلونك؟ دراستك شلونها؟ لا اتصال لا شيء ايش قد مشتاقه لابوي اوي ابوي هاي البنيه ايش قد احبها متربعه بنص قلبي شنو اخبارك؟ الحمد لله زينه دراستك شلونها؟ الحمد لله يلا تعال تعال خلنا نشوف زبوني شو مسوي لنا عزيمه ما شاء الله ما شاء الله هذا شو مسويها؟ ألف حلي ألف عافية ألف عافية منين الفلوس وين؟ ألف عافية منك الفلوس؟ شنو لقيت باع السايبة؟ ما أدري شو السايبة موجودة بس لا باع السايبة لا باع السايبة بس لا باعها عسل إي والله عسل 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 الله مطرها عليه يلا زوني بس يلا واحد يشيل انا مشتاق الجهاد ما شايفهم يلا يلا وعسل حلقي يلا يلا انا هذا جماله ليش ايش خلوه خلوه تقعد بس سوادك ها ليش انا اقعد شنو جمالك ها شنو جمالك سلام شنو هذا الحامه شنو الحامه لقوا هذا شو ليه الحامة شنو هذا؟ الحامة شنو هي؟ الحامة والله بروان صديق غير عاشتيدك وهذا العسل أبوي حلاها العسل إن شاء الله منا عرسانة بعد صفة النية حتى صادق سجاري تعريد لمرة صدق؟ والله يورك؟ يورك؟ أنا ما كل لحم بس مصمص بالأعلام بو حاضر استغفر الله والله شو هذي ليش يا حبيبي شو تقولي تعبني كفولي شنو كفولي شنو تريد انت ابوي علي بطاله شو ما تشبهني شو تبغى تشبهني اسمع خوالك هو عشري عشري دومي جاي تاكل ادم واموري ولد قيصر اخوي دائما تسالوني هذا ابنها اخواني الكبار شوف هذا وهاي الحلوه وهاي الحلوه وهاي الحلوه بنات حيدر اخوي وهذا الازرق
ازرق اخوك ازرق مو حلو ما طالع علينا احلى واحدة بالعشيرة هاي لا عينه هاي اخذت الجمال هاي كله هاي الجمال هاي الجمال لا يلا صورنا يلا صورنا بعد وحده صورنا بعد وحده اسمع اي يلا بقى منو راح يصورنا اي ريتها جميله حلوه يلا يلا صادق شوي ادفع روحك شو ما قلت لنا ضحكوا شيء ضحكوا يلا 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 تعال يلا تعال يا منال انت قصور يصورنا الدومي يلا الصراحة انطونا رأيكم العائلة كلها متفقة انه كافل الطفل الوحيد بالعائلة المو حلو كافل حلو ومو حلو هو اصغر طفل بالعائلة بس الكل متفق عليه مو حلو يعني كل اطفال قيصر حيدر بناته كلش حلوات بس كافل طلع مو حلو ليش انت مو حلو ها ليش انت مو حلو ساعد الله أهلهم على الوساخة بس باب شلون يأكلون فتحونهم كلهم ما يأكلونهم شوف 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 عود هاي كبيرة شوف هاي شوف هاي شوف هاي يلا نروح البيت جدو يلا مشي بيتنا تعالي تعالي العسل يلا بشونا نفس قرشتي بلوت لبسه مدري شنو والعباس والعباس ما شاف العقرشة كذا شوف العقرشة تعال بابا يلا يا يردوا لي طيش تعال لا جاي يضحك يضحك عمه مو عنه في جماعة سناب جاي يضحك